أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنت في مكان مقدس فجاءتني امرأة وقالت: هل الله موجود؟ قلت: أنت ماذا تقولين؟ قالت: أنا أشك في وجوده. قلت: إن الله قد أتم عليك الحجة. قالت: أين ومتى؟ قلت: في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأنت ونحن وجميع الناس شهدوا على وجود الله في عالم الذر، وسنشهد على وجوده بعد الموت. ونحن كنا في عالم الذر لمدة 2000 عام، أما في هذه الدنيا ففرصتنا قليلة. لكن إذا متنا وكان الأمر كما تقولين وأن الله غير موجود، فنحن فزنا وأنتم أيضا في الدنيا. لكن إن كان الأمر كما نقول، وهذا من كلام الإمام الصادق للزنديق، فقد فزنا وهلكتم. لماذا في هذه الفترة الزمنية القصيرة التي نعيشها في هذه الدنيا نكفر بوجود الله ونتحمل تبعات الكفر؟ كونوا مؤمنة بالله، والسلام عليكم ورحمة الله.